قام وفد من وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بحملة توعوية في كل من أبو دية وأم حجر. تفاصيل هذه الحملة لدى الزميل سعيد أحمد. رسالة حملها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع البنك الإسلامي ضمن برنامج البنك لدعم الثنائية اللغوية بتشاد، رسالة جابت جنوب البلاد وشمالها، ليأتي الدور على الجهة الشرقية بداية بابتدائية محافظة أبو دية بإقليم السلامات، مرورا بأم حجر حاضرة إقليم البطحاء الشرقية، حيث شهدت ثانوية صافي المزدوجة جمع غفير من التلاميذ والطاقم الإداري التعليمي، وعقب كلمة اللجنة المنظمة التي فيها رحب بالوفد الزائر، تناول الحديث باميم ومدو بوكر الرئيس الوطني لفيدرالية أولياء أمور التلاميذ، الذي قال إن تطبيق الثنائية اللغوية يعتبر الطريق الأوضح الذي يجب سلكه إذا كان هناك تمسك حقيقي بما جاء في دستور البلاد. أبا ديال ما سكوا الزمن بيجي لنا دا بطن يبقى لي ما فات ما سوينا دا بطن عرب وفرنسي جالينا ما سوينا دا يلنا ياندمو درنجل كمتينين لمينا ما تراب دا دابت بيجي عرب وفرنسي. جاء بعده المفتش عيسى زكريا ممثلا للأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، أوصى المعلمين وأولياء أمور التلاميذ بتعلم وتعليم اللغتين العربية والفرنسية لأنها تدخل في مصلحة الجميع. ومن جانبه المنسق العام للبنك الإسلامي للتنمية صالح يوسف عبد المنان قال أن سعي الحكومة لتحقيق الثنائية اللغوية يجيء تحقيقا لرؤيا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وسيأتي وقت قريب لن يكون لأحادي اللغة مكان الإدارة العامة والمراكز الحكومية. وبنفس الرسالة توجه الوفد إلى محافظة أبدي بإقليم وداي. المدير العام للتعليم والتدريب بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة أوصى الحاضرين بضرورة تعليم أبنائهم اللغتين الرسميتين للبلاد كما نص عليها الدستور الوطني. ونعيد إلى الأذهان أن المحطة الأخيرة للحملة في هذه الجولة ستكون بمركز إداري عراضة بإقليم وادي فرة. نهاية النشرة لهذا المساء، إلى أن يتجدد اللقاء لكم مني أطيب المنى. في أمان الله.